بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. في حلقتنا النهاردة هنتناول دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج من المسجد. دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء الخروج من المسجد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. في نهاية حلقتنا النهاردة ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.